أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الإفريقية وشعوبها، إذ يشعر المواطن الإفريقي بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي كلفه بالمشاركة في إطار دعم مصر القوى لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرا لما خلفه الصراع العسكري المحتدم من فقد للأرواح سواء بين العسكريين أو المدنيين، وتدمير واسع النطاق أدى إلى نزوح الملايين من المدنيين وإهدار مقدرات الشعوب. بدء مباحثات بناءة تفضي إلى إرساء تسوية عادلة ومستدامة للنزاع، تضمن صون السلم والأمن الدولي وتنهي المعاناة الإنسانية التي تلحق بالمدنيين. لقد استمعنا لرؤية فخامة الرئيس زيلينسكي للأزمة الجارية وتداعياتها المتزايدة، وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الأفريقي الذي يأخذ في الاعتبار ما أفرزته هذه الأزمة من تداعيات وما ولدته من تحديات تدفع بأهمية التحرك لتسوية الأزمة بعيدا عن الجمود وبعدا عن لغة القوة، مع اللجوء إلى تبني نهجا أكثر تفاهما يؤكد ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى حلول سياسية وسلمية للمشكلات التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب. ولقد لفتت مصر في إطار تحركاتها مع كافة الشركاء الدوليين إلى ضرورة العمل على حشد الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة بدلا من التصعيد وتأجيج الصراع. ومن هنا جاءت بعثة الرؤساء الأفارقة إلى البلدين، هل في ذلك دلالة واضحة على أن هذا الجهد صادق وأن هذا المسعى المشترك جاد ويهدف إلى التوصل لتسوية مستدامة للأزمة. وأرجو لمسعانا الأفريقي المشترك أن يترك صدى كصوت للعقل وتغليب للحكمة وانتهاج لطريق الرشاد، وسوف نواصل جهدنا الأفريقي المشترك لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق السلام.